مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أنفاس بيزنس، نستضيف فيها عمر طنان منسق مركز دعم الابتكار التكنولوجي بكلية العلوم بمسيك، وذلك لمناقشة المعيقات أمام إنتاج براءات الاختراع بالمغرب وكذلك الحلول لتعزيز نشاط المغرب بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية. اهلا ومرحبا بك استاذ عمر، مرحبا بك. شكرا سيدي عبد الله عريري. اولا كنبغي نشكرك ومن خلالك نشكر جريده انفاس على الاستضافه والاهتمام ديالك بالوسط الجامعي، وتبارك الله دائما كتشوف شنو ماذا يحدث في الجامعه وكتنقل الاخبار والاحترافيه ديالك الكبرى، وكنشكر كذلك الطاقم التقني وراء الكاميرا التسجيل. اولا الا سمحتي سي عبد الله نقوم بواحد التعريف بمركز دعم الابتكار التكنولوجي ديال كليه العلوم بمسيك، تكنولوجي انوفيشن سيبورت سنتر او لو سنتر دابوي على انوفاسيون تكنولوجيك. هذا المركز جاء على اثر واحد الشراكه كنا ربطناها في 2012، دابا راه خليت ذكرى 12 سنه على هذا المركز، مع المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه، واللي من خلاله كاين هاد المراكز كتحظى بواحد الدعم من المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. هاد المنظمه هي منظمه امميه كباقي المنظمات الامميه، كان منظمه العالميه للصحه والتغذيه الى اخره، اذا عندها واحد الوزن كبير في العالم. هاد الشبكه اذا كاين واحد الشبكه كتربطنا على الصعيد الوطني بمختلف المؤسسات الجامعيه ومراكز البحث، وحنا عندنا واحد الامتياز في كليه العلوم بمسيك اننا الكليه الوحيده اللي عضوه في هذه الشبكه، الى جانب ما كاينش كليات اخرى، كاين الجامعات، وكما يعرف يعلم المشاهدين ان الجامعه عباره على واحد العدد من المؤسسات، مثلا جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء فيها 18 مؤسسه بين كليه العلوم، كليه الطب، اسنان، المدارس العليا للمهندسين، وكذلك في هذه الشبكه كيتواجدوا مدارس العليا للمهندسين ومراكز البحث والسونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك تكنيك، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، واحد العديد من مراكز البحث اللي كتواجد. حنا كنتواجدوا في هذه الشبكه اللي كتعطينا واحد الرؤيه، واحد كمان لا فيزيبيليتي او نيفو ناسيونال، هي ترافير هذاك من خلالها المنظمه العالميه كتعطينا واحد الفيزيبيليتي على الصعيد العالمي. اذا هنا كنربطوا شراكات مع المراكز في العالم كله، في جميع القارات تقريبا التواجد ديالها في العالم كله. نعم، المركز واش فاتح المحيط ديالو برمشي شراكات جديده بطبيعه الحال؟ مثلا بطبيعه الحال الا سمحتي سي عبد الله، انا بغيت اولا الا بغيتي نهضر على الدور بعدا ديال هذا المركز، اشنو الدور ديالو؟ اولا عنده واحد تقريبا واحد ثلاث ادوار رئيسيه. اولا الدور التحسيسي، لان كنقوم بتحسيس الطلبه والباحثين على الابتكار وانتاج براءات الاختراع، وعنده دور استشاري لان كيجيو الطلبه كيبغيو معلومات كيستشروا معنا اشنا هو، كاين اللي باقي ما عارفش اشنا هو براءه الاختراع، اشنا هو مغربي، كنحاولوا كننظم بعض الدروس ولا بعض الورشات للتعريف الطلبه والباحثين اشنا هو براءه الاختراع وشنو ان بروفي. وكذلك عنده واحد الدور تكويني، لان كنكون اولا انا كاستاذ في نفس الوقت راني استاذ في كليه العلوم بمسيك جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء، تنعطي تكوينات للطلبه سواء اصحاب الماستر او الدكتوراه، ما يصطلح عليه بتكوينات لي فورماسيون دكتورال او تكوينات الدكتوراه، لان دابا كما يعلم الجميع ان من خلال الضوابط اللي خرجت مؤخرا كاين واحد الاصلاح ديال نظام الدكتوراه في المغرب، من بين المسائل اللي نص عليها هذا زعما شيء جديد ونفتخر به في الجامعه، لان دابا هذا الدفتر الضوابط اللي جا جديد ركز كثير على الملكيه الفكريه والتكوين ديال الطالب في الملكيه الفكريه، وخصو يعرف شنو هي الملكيه الفكريه وشنو هما براءه الاختراع. من بين الاشياء الاخرى اللي كنقدموها خلال هذا المركز اننا كنعطيو للطلبه الامكانيه انهم يبحثوا في قاعده بيانات خاصه ببراءه الاختراع، لان الطالب كيبغي يقلب على المعلومه خصو يمشي لهذه البيانات، وهذه البيانات خصها واحد التقنيه
كنكونوا الطلبه في انه كيفاش يبحث على براءه الاختراع اللي في العالم باش يقدر يتانسبيرا منها ويستلهم منها ويطورها، ولا ربما حتى يشوف راسه واش هو خدام شي حاجه اللي ما عمر شي واحد خدم عليها، ولا كيخدم على شي حاجه اللي غادي كما يقولوا الفرنسيه اون غيانفونتي لاغو، باش يعاود يمشي. لان ديما تنقول هذه النصيحه للطلبه، تنقول لهم اولا بحثوا على انت عندك واحد المشروع بغيت تطور، كتقول ربما انا الوحيد اللي جاتني هذه الفكره، لا، لان براءه الاختراع خصك تقلب على واش الفكره جديده، لان ما يمكنش ورد شي ربما نهضر عليه من بعد، ما يمكنش تعطيك واحد براءه اختراع الا كانت ديجا خرجت في اي ولا في خلال منشور ولا في اطروحه ولا في اي مجال. خص من بين الشروط ديك الجديه، خص تكون جديده على ماشي على الصعيد الوطني، واخا هو ربما غادي يحطها على الصعيد الوطني، ولكن خصها تكون جديده على الصعيد العالمي. من بين اشياء الدوار كنحاولوا مساعده الطلبه ولا الباحثين تتمين البحث العلمي ديالهم، ونشوفوا لهم مشاركات ونشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوهم في المجال، وكيف كنعاونوهم كذلك على واش هذا الابتكار ديالو كيستوفي الشروط ديال الابتكار وديال براءة الاختراع. كذلك كنساعدوهم على صياغة كتابة طلب براءة الاختراع، لأن الكتابة ديال براءة الاختراع كتختلف على كتابة ديال منشور علمي، كاين واحد التقنية خاصة، كاين واحد الشروط اللي خص الطالب يتبع أو الباحث يتبعها باش يمكن يكتب هذاك الطلب ديالو، باش يقدر يحط الطلب ديالو عند المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لومبيك. كذلك كنأكد عليهم، وهذا كنأكد عليه بزاف ملي كنكون حاضر كعضو سواء مقرر او فاحص لاطروحه، تنشوف اول حبه الاشياء الاولى اللي كنشوفه كنشوف الفهرس اللي خدم عليه الطالب، وملي كنلقى ان الطالب مثلا كيبحث في حد المجال التكنولوجي معين، نقولوا مثلا الطاقه الشمسيه ولا لي نانو بارتيكول، ونتنقلب في لا بيبليوغرافيا او الفهرس اللي خدم عليه ما تلقاش براءه الاختراع، تنقول له بانك راك فوتتي على راسك واحد 80% من المعلومه التكنولوجيه، لان وهذا الشيء راه قالته المنظمه العالميه للفكريه الملكيه الفكريه، ان المعلومه التكنولوجيه 80% ديال المعلومه التكنولوجيه كتتواجد في براءه الاختراع، ما كتواجدش في الاطروحات وما كتواجدش في المنشورات العلميه. نعم. اذا اللي يبغى اللي خدام على واحد المجال، انا كنهضر ناكد على طبيعه الحال على المجال التكنولوجي، ماشي مثلا المجالات لي فوندامونتال الاساسيه، ولكن المجال التكنولوجي التطبيقي راه المعلومه كتواجد 80% ديال المعلومه كتواجد في براءه الاختراع. نعم. باش نرجع لجوازكم السي عبد الله، من بين الشراكات وهذا الشيء من بين الاشياء اللي خدمنا عليها في مركز الدعم الابتكار التكنولوجي، كنحاولوا نديروا واحد الشراكات مع المحيط السوسيو اقتصادي ديالنا. واول ما جاتني الفرصه اننا درنا واحد الشراكه مع واحد حاضنه المشاريع اللي كتواجد في سيدي البرنوسي، وهي جات في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كان سيدنا كان انطلاقه ديالها من طرف سيدنا نصره الله من واحد السنوات هذه. واذا هاد الحاضنه ديال المشاريع، شنو الدور ديال حاضنه المشاريع؟ انها كتستقبل الناس اللي عندهم مشاريع مبتكره باش كيجيو تحتضنوا في هذيك الحاضنه، وكيحضروا بواحد التكوينات وبواحد الدعم لوجيستيكي، وكنحاول نعطيهم فرص انهم ربما يستقبلوا الزبناء ديالهم في هذيك الحاضنه، يشتغل في هذيك الحاضنه، كيكون عنده بحال مكتب في العاود فاش يمشي يكري واحد المحل ويخدم فيه، كنعطيو مكتب وكيقدر بدا يشتغل فيه، ولا حتى شي تكوين تنديروا ليه التكوين اللي كيحتاج مثلا في ماركتين ولا في الاي كوميرس، وتنعاونوه بجميع الوسائل. وكان من خلال كذلك الحاضنه كنربطوا ها بالوسط ديالها مع مثلا المنطقه الصناعيه ديال سيدي البرنوسي، باش يكون واحد التكامل، وكنجيبوا الفاعلين الاقتصاديين باش نكونوا دائما نحاولوا نعطيوه واحد الفرصه بانه ربما يقدر زبناء جدد يربط علاقه ديالو مع الزبناء الجدد ديالو. وهنا كنقول بان هذه الحاضنه من الحاضنات الاولى في هذه التنميه البشريه، لان غالبا كانت التنميه البشريه كتعطي ديك منصه الشباب، دابا هذه حاضنه كتختلف نوعا ما على
منصات شباب، لان منصات شباب تكون فيها خاصه التشغيل، كتكون فيها حتى هي المقاوله، ولكن هذه المحاضنه كتكون خاصه باحتضان حاملي المشاريع ديال ولاد المنطقه بطبيعه الحال ديال البرنوسي، اللي يمكن يجيب اللي عندهم افكار وكيجيو وكنستقبلوهم وكناخذوا المعلومات وكنعطيوهم الوثائق اللي خصهم يجيبوهم، وتيحدوا واحد الدعم في جميع الميادين، لا التكوين لا البحث عن زبناء جدد، لا محتاج شي شراكات، محتاج الى اخره، الى وربما حتى في الدعم قدر نوجهوا لمنصه الشباب، لان منصه الشباب الدور ديالها انها تعطي الدعم لهاد حامل المشاريع الجديده. اذا هذا كما قال السي عبد الله داخل في هذا الانفتاح ديال الكليه بطبيعه الحال، كليه العلوم بمسيك، وبالخصوص مركز دعم الابتكار التكنولوجي لكليه العلوم بمسيك.